السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، مع هذه الأزمة المعروفة بالكورونا، نسأل الله أن يعجل بكشفها عن الأمة، لكن لو لم ترتفع صلاة العيد كيف ستكون؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، فإذا لم يتمكن الناس من صلاة العيد في المسجد العام، أي في مسجد العيد الذي يصلي فيه أهل القرية عادة، فلا أقل من أن يصلوها في بيوتهم. فصلاة العيد من الصلوات التي لا بأس بفعلها في البيوت، فهي من الصلوات التي تقضى في البيوت بخلاف الجمعة، فالجمعة من شأنها أن لا تكون إلا في المساجد، ومن خصائصها أنها لا تقضى. وأما صلاة العيد فإنها وإن كان الأصل صلاتها في المسجد، إلا أنه في ظل هذه الظروف الراهنة إذا لم يتمكن الناس من الصلاة في المسجد فيصلونها على صفتها في بيوتهم، وليس بلازم أن يخطب أحدهم، وإنما يصلون ركعتين، يكبرون في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويقرأ الإمام أو يقرأ رب الدار في الأولى سورة الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية، وتجزئ إن شاء الله، والله أعلم.